إلى فلسطين، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين. فقد تعرض الأسير الفلسطيني عبدالله البرغوثي إلى هجوم من أحد الكلاب البوليسية الإسرائيلية أثناء عودته من المحكمة التي عقدت له بحضور ضباط أمريكيين. كما وأعلن وزير الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية في غزة تضامنه الكامل مع الأسير أكرم الرخاوي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما، وما نتج عن ذلك من تدهور في حالته الصحية، إضافة إلى تضامنه مع الأسيرين المضربين عن الطعام حسن الصفدي وسامر برق. في سياق الانتهاكات الإسرائيلية أيضا، أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسير الفلسطيني شكري الخوجة المعتقل إداريا، وأعاد اعتقاله مرة أخرى إداريا، مما يعتبر مخالفة واضحة لاتفاقية تبادل الأسرى الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من غزة مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين السيد صابر أبو كرش. سيد صابر، أرحب بك في حقوق الناس. بداية، عن وضع الأسير الفلسطيني عبد الله البرغوثي، هل لديكم معلومات عن وضعه الصحي وما نجم عنه من هجوم لأحد الكلاب البوليسية عليه؟ نعم الكريم، الأسير عبد الله البرغوثي لربما هو الأسير الوحيد في العالم الذي يحمل لقب أكبر حكم عسكري في التاريخ. عبد الله البرغوثي قائد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحديدا قائد كتاب الشهيد عز الدين القسام، ومسؤول عن العديد من العمليات العسكرية المقاومة والمشرفة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وعلى ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يعني ما بين الفترة والأخرى يحاول تعذيب الأسير عبد الله البرغوثي بطرق مختلفة، إما عن طريق العزل الانفرادي، وإما عن طريق التعذيب الجسدي المباشر، وإما عن طريق يعني إنزاله إلى المحكمة بطريقة غير قانونية لإعادة فتح ملفات قديمة قد فات عليها الزمان، ومحاولة إلصاق تهم جديدة من نواحي سياسية وليست قانونية. سيد صابر، الأسرى الفلسطينيون ما زالت معاناتهم مستمرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الأسير الفلسطيني أكرم الرخاوي إضرابه الآن يدخل أكثر من 80 يوم عن الطعام، مما سيؤدي بشكل طبيعي إلى تدهور حالته الصحية. هل تتابعون حالتهم الصحية يوما بيوم؟ وما مسؤولية سلطات الاحتلال عن أي تدهور في حالته الصحية نتيجة الإضراب المستمر؟ نعم، الأسير أكرم الرخاوي هو من سكان مدينة البحث هنا في قطاع غزة، محكوم بالسجن لمدة 9 أعوام، أمضى منها 8 أعوام، ولم يتبقى على أسره إلا عام واحد. ولكن من خلال المحامية التي يعني مسؤولة عن ملف الأسير أكرم الرخاوي أبلغتنا بأنه الأسير أكرم الرخاوي أصبح منهكا جسديا ونفسيا، فهو يتعاطى يوميا أكثر من 25 حبة حبوب لأمراض مختلفة. لم يبقى مرض يذكر في السجل الطبي للأسير أكرم إلا وقد سجله الأطباء له، فهو لا مريض بالسكر ومريض بالضغط ومريض بالقلب ومريض بالمعدة ومريض بالروماتيزيوم. العديد من الأمراض أصابت الأسير أكرم الرخاوي إلى أن أصبح يعني جدا شبه خامدة. هو الآن مضرب عن الطعام لمدة 80 يوما، رفضا لهذه السياسة العنصرية الصهيونية بحق الأسرى بشكل عام، وكذلك بحق الأسرى المرضى بشكل خاص فيما يسمى مستشفى سجن الرملة، من خلال فضائياتكم الموقرة باسم عائلة الرخاوي، باسم عائلة أكرم الرخاوي، وباسم كافة الأسرى المرضى. نوجه مناشدة إلى كل منظمات حقوق الإنسان التدخل بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياة الأسير أكرم الرخاوي وكذلك الأسرى المرضى من الفلسطينيين في سجون المحتل الصهيوني. ومنهم الأسير حسن الصفدي وسامر برق، يعني هذه المناشدة نتمنى أن تصل إلى المسؤولين وفي المنظمات العربية والدولية، لكن هل قمتم بدوركم أيضا بدعاوى رسمية على سلطات الاحتلال في هذه المنظمات الدولية من أجل وقف إهمال سلطات الاحتلال لأسرى فلسطينيين في مثل هذه الحالات الصحية المتدهورة والضغط عليها لتلبية طلباتهم؟ بالتأكيد هناك تحركات من قبل الحكومة الفلسطينية ومن وزارة الأسرى ومن منظمات حقوقية من أجل ملاحقة
قادة الحرب الصهاينة والسجانين وما يسحب جهاز الشباك الإسرائيلي المخابرات الإسرائيلية على ما اقترفوا طيل سنوات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين من تعذيب من شبح من إعدام أسرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ولكنني أقول بأن هذا الاحتلال سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه محاسبة قانونية وقضائية ولن يفلت المجرم من العقاب بإذن الله عز وجل. سيد سابر أبو كرش، الاتفاقية الأخيرة لتبادل الأسرى الفلسطينيين هل نصت فعلا بشكل واضح على عدم إعادة اعتقال أي أسير فلسطيني بصفة إدارية؟ هل هناك بند واضح يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عند إعادة اعتقال، وهنا نتحدث عن إعادة اعتقال أسير الفلسطيني شكري الخواجة؟ لا، يعني نتحدث بوضوح أكثر، هو لا يوجد بند بهذا الخصوص، ولكن يجب أن نعي جيدا أن الاعتقال الإداري اعتقال غير قانوني، وما تقوم به قوات الاحتلال هي تصرفات عنجهية وعملية غير قانونية لا يمكن أن يرضى أو يوافق عليها القانون الدولي، حيث ما يقوم به هو الحاكم العسكري أو ضابط المخابرات مهما كانت رتبته صغيرة أو كبيرة في منطقة الخليل على سبيل المثال أو نابلس أو رام الله أو أي منطقة الضفة الغربية أو القدس، يقوم بإصدار مذكرة اعتقال يعني في أي وقت هو يشاء ويقوم باعتقال النائب الفلاني أو المواطن. وهل في حالة الأسير الفلسطيني شكري الخواجة هل أعطت سلطات الاحتلال أي تبرير أو أي أسباب لاعتقالها لشكري الخواجة مجددا؟ بالتأكيد لا، وليس شكري الخواجة هو الأسير الوحيد، هناك 24 حالة اعتقال تم رصدها من يعني ممن تم الإفراج عنهم في صفقة وفاء الأحرار مؤخرا، ومنهم كذلك يعني الأسيرة هناء شلبي التي تم إبعادها إلى قطاع غزة. صابر أبو كرش، مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا لك.